اطلع مفتشون يمثلون هيئات مغربية وعربية وإفريقية خلال مشاركتهم في ورشة تدريبية حول تفتيش الأمن النووي لمفاعلات الأبحاث على برامج التفتيش التنظيمي لمفاعلات الأبحاث النووية. هذه الورشة المنظمة بشراكة مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وشبكة الهيئات الرقابية العربية والمنتدى الإفريقي للهيئات الرقابية النووية تشكل مناسبة لمناقشة الأسس والمعايير الدولية للأمن النووي المتعلقة ببرنامج تفتيش مفاعلات الأبحاث في الدول الإفريقية وتوفير معلومات عملية للمفتشين الذين يمثلون سلطات السلامة بغرض تعزيز قدراتهم على تفتيش التنظيمي لهذا النوع من المرافق النووية. إننا نعتزم تقديم ومشاركة السلطات العربية والإفريقية الأخرى الخبرة التي اكتسبتها أمانسور في مجال تفتيش مفاعل البحث النووي الذي يديره المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية منذ سنة 2009، حيث تم وضع برنامج بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغطي جميع جوانب الأمن النووي. qui ont des réacteurs, soit des réacteurs de recherche ou bien qui veulent établir un réacteur de recherche. Et nous travaillons dans ce cadre avec aussi l'Agence internationale. ويندرج تنظيم هذه الورشة التكوينية في إطار استراتيجية التعاون الجهوي للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كسلطة رائدة ونموذجية بالنسبة للدول الإفريقية والعربية. نحن الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمس نور وكينستن نتعاون جميعا من أجل تعزيز الأمان أمان مفاعلات الأبحاث. طبعا مفاعلات الأبحاث لها عدة استخدامات، يعني إنتاج النظائر المشعة وكذلك الأبحاث العلمية، ونحن نتعاون جميعا من أجل تعزيز البنى التحتية لأمان هذه المفاعلات. ويندرج برنامج التفتيش الذي اعتمدته أمانسور في إطار الاستراتيجية التي وضعتها منذ سنة 2016 لتعزيز السلامة والأمن في جميع المرافق والأنشطة المعنية بمصادر الإشعاعات المؤينة، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 142-12 وللالتزامات الدولية للمغرب والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية في هذا المجال.